مسابقة الزوم اللي بتنظمها قناة العقيق والمجلس الثقافي البريطاني مستمر. الصبايا والشباب وصلوا القاهرة وبدأوا التدريب على الأفلام الوثائقية والسينمائية على يد خبراء متخصصين من بريطانيا. تعالوا بينا نشوف ايه الحكاية. الحقيقة إن المعيار اللي استخدمناه في اختيار الفائزين كان إن اليمن من البلاد اللي حبينا إنها تخش في المسابقة معانا، وكمان كان في عنصر إن الفكرة نفسها كانت فكرة تكون فكرة جيدة. من وجهة نظري إن المستوى كان عالي جدا على غير ما كنا متوقعين. كان في بعض القضايا التقنية اللي طبعا حنتعرض لها معاهم، ولكن بشكل عام يعني تركوا انطباع قوي وجميل جدا بالنسبة لنا. تعرف علي؟ زرياب عبد الرحمن الغابري. انت عرفت مسابقة دوم ازاي؟ عبر الانترنت وعبر الببليكيشنز اللي كانت موزعة كان عبر الصحف او عبر في الاماكن اللي كنا نزورها. كنت متوقع انك تفوز؟ الحمد لله، يعني مع لان اشتغلنا كثير بتوقعنا ان شاء الله نفوز الحمد لله. طب ايه شعورك وانت هنا في القاهرة بتتدرب على ايد كبار محترفين؟ والله اكيد شعور كويس، لانه احنا في مثل هذه الانواع من التدريبه ما نحصلش في اليمن، ونشكر عن الذي اصلا جابوا لنا الفرصه ان احنا نتدرب في القاهره المجلس البريطاني وقناه العقيق، لانه ما تحلو لنا الفرصه عشان نتدرب. عبير عبد الواحد سلم من فاتحه، طلع الاعلان فعلى طول جت لي الأفكار بسرعة أنني أشارك فيها المسابقة. بداية شفت أنه شغل كثير وكذا، وكمان في أخطاء كثيرة وما عنديش خبرة كثير، يعني ما توقعت الفوز، بس كنت مركزة على أكثر شيء المعلومات اللي تعلمتها في موضوع التغيرات المناخية، فاستمتعت كثير في عمل الفيلم. بصراحة أنا سعيدة جدا أنني هنا عشان أخلص، يعني عشان يكون عندي خبرات أكثر، وكمان ان شاء الله في المستقبل بكون يعني جديره ان انا اعمل اشياء اكثر احسن من الفيلم اللي عملته. شكرا للمجلس الثقافي البريطاني وقناه العقيق اتاحت لنا هذه الفرصه عشان نبرز مواهبنا. اسمي هاشم حمود هاشم، مهندس ديكور ومن هوايه التصوير والتوزيع الموسيقي وطبعا الافلام القصيره. صراحه واحد من اصحابي عمل لي تاج في الفيسبوك لانه عارف اني من هواياتي تصوير الافلام القصيره، فعمل لي تاج وعلى طول شاف. صراحه ايوه، وفي نفس الوقت كان تحدي، اخذت الموضوع كتحدي، بس الحمد لله اكيد فرصه لا تعوض، واحب انتهز الفرصه اشكر قناه العقيق وبريتش كونسل انهم اتاحوا لنا الفرصه للتعبير عن ما في داخلنا وعرضها للخارج، ففرصه اكيد لا تعوض. بدر بن هلابي. والله في احد الاصدقاء ارسل لي ايميل وخبرني بالمسابقة وهكذا. والله متوقع لانه المقاعد كانت اعتقد كان عددها لا باس به، وكانت الفكرة قدر الامكان حسيت انه ممكن نفوز يعني. سوسن العريقي. طبعا انا دائما في الانترنت فعرفتها عبر الانترنت. والله كنت متوقعه لانني حسيت انني قدمت فكره كويسه. والله ايش اقول لك، يعني كان حلم هذا، يعني دائما اقرا عن تجارب في بلدان عربيه زي التجربه الاردنيه، التجربه الاماراتيه، وكان بالنسبه لنا التجربه اليمنيه انه حد يتبنى لنا هذا حلم، فيعني لحد الان اتمنى انه يستمر يعني مع الاجيال مع الشباب، لأنه في كثير شباب قدموا للمسابقة وكانت أفلامهم كمان رائعة. والله أقول لهم شكرا على هذه الفرصة يعني بالنسبة للمركز أو قناة العقيق. وزي ما شفنا الشباب والصبايا كانوا مبدعين قد إيه، نتمنى لهم النجاح والتوفيق بإذن الله. واحد فيهم بس هو اللي يفوز بالجائزة، وجائزة عبارة عن عرض فيلمه على قناة العقيق.
مش كده وبس، هيسافر كمان بريطانيا يتعرض فيلمه هناك في الجامعات والمهرجانات.